إيران وسر اللوحة المفقودة اختفت بين ليلة وضحاها. تفاصيل ما في، بس في حقيقة واحدة اتفق عليها الجميع بأنها كانت موجودة واختفت. عم نحكي عن لوحة الملك مظفر الدين شاه، خامس ملوك السلالة القاجارية بإيران. حدث غريب وغير مفسر وقع بقصور شاه إيران قبل 90 سنة تقريباً، وظلت آثار تساؤلاته حاضرة لليوم. الصورة اللي صارت موضع تكهنات شديدة بعد اختفائها بتقول التقارير بأنه تمت إزالتها من القصر وعرضها للبيع خارج إيران بين عامي 1938 و1982. استمرت فترة اختفائها حتى عام 2000، الوقت اللي تم فيه الإعلان عن بيعها بمزاد كريستي بلندن بمبلغ 44.650 ألف جنيه استرليني لتختفي بعدها من جديد. بعد هاي الحادثة تساؤلات كثيرة بدأت بالظهور، فعلى الرغم من أنه القائمين على القصر اللي اختفت منه اللوحة نفوا تماماً أنها كانت موجودة أصلاً، إلا أنهم مع الوقت غيروا أقوالهم وأكدوا أنها سرقت من القصر مع عدد كبير من الأعمال الفنية اللي فقدت بتلك الفترة. إيران شرعت بإجراءات البحث لاسترداد اللوحة مؤخراً، هيك صرح المدير العام للمتاحف الإيرانية هادي ميرزائي. فشو سر هاللوحة؟ ليه سرقت من الأساس؟ وهل رح يبقى لغز اختفاءها؟ عصي على الحل؟